السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديوين سابقين تكلمنا عن استخدام اليوريا للنباتات واستخدام الـ NPK حق النباتات، ولكن في أسئلة كثيرة تيني بخصوص استخدام اليوريا للأشجار المثمرة. طبعا احنا بينا استخدام اليوريا انه يكون للنمو الخضري والـ NPK للنمو العام، واللي حاب يرجع ويشوف هذه الفيديوهات راح يطلع عندكم الرابط لكل فيديو ممكن تشوفون. ولكن في كثير من يسألني انه عندي شجرة هي مثمرة، هل ممكن أستخدم لها اليوريا وبعدين أعطيها NPK، أو هل أستخدم NPK؟ أو ففي أسئلة أو في شكوك بخصوص استخدام اليوريا والNPK، فراح أوضح بمثال عندي في الحديقة. هني عندي شجرتين ليمون، هذه الشجرة اللي تذكرون زرعناها من بذرة وراح يطلع عندكم الرابط في أعلى شاشة، وراح يبين عندكم السلسلة اللي فيها تطور نمو هذه الشجرة من بذرة. فهذه عموما من الليمون الأصفر، الليمون الكبير. هذه النبتة الثانية هذه هي من أيضا ليمونة، ولكن الليمون الأخضر الصغير ومأخوذة من ترقيد هوائي من شجرة مثمرة. لازم ننتبه للفرق، هذه مزروعة من بذرة وهذه من شجرة مثمرة من ترقيد هوائي. الفرق مو في ان هذه من ترقيد هوائي او من هذه من بذرة، الفرق ان هذه مأخوذة من شجرة مثمرة. فأغلب الظن هذه النبتة راح تتمر خلال سنة او سنتين، هذه اللي مزروعة من بذرة يبغي لها على الاقل 7 إلى 10 سنين الى ان تتمر. فانا شنو ابغي من هذه النبتة وشنو ابغي من هذه النبتة؟ فهني نفهم استخدام NPK أو يوريا. لازم نفهم إحنا شنو نبغي من النبتة علشان نعرف شنو نعطي النبتة. هذه النبتة اللي مزروعة من بذرة، أنا عارف إنه مثل ما ذكرت خلال أول 7 إلى 10 سنين ما راح تتمر، ولكن أبغيها تنمو وتكون صحية وتكون قوية، فما راح أعطيها NPK، راح أعطيها يوريا على أساس تنتج أوراق ونمو خضري ويكون نمو قوي. وهذه الأوراق راح تغذي عن طريق طاقة الشمس، راح تغذي الجذور وتنمو وتغذي جذورها وتنمو جذورها. هذه الثانية مثل ما ذكرت أتوقع منها أنها تتمر خلال سنة أو سنتين، فما أعطيها يوريا، لأن لو أعطيتها يوريا راح يحفز النمو الخضري فيها وما راح يحفز فيها التزهير، لأن ما قاعد أعطيها عنصر الفوسفور اللي هو البي، فما راح تورد وراح تتم تنمو بشكل خضري وتنتج أغصان وأوراق ولو إن هي تستطيع أن تثمر. فلازم نعرف الفرق. نفس الشيء أي شجرة مثمرة، من رمان، من توت، من أي شجرة مثمرة، إذا عندي شجرة صغيرة في السن ممكن أعطيها يوريا على أساس أحفز النمو فيها، ولكن إذا شجرة مثمرة أو مأخوذة من عقلة أو من ترقيد هوائي من شجرة مثمرة، معناته أن الخشب ذي راح ينتج عما قريب، فما أغذيها يوريا على أساس ما تسقط لي الزهور والثمر. فهذه بس حبيت أبينها لكم. ولو أن إحنا قلنا أن اليوريا يعطي نمو خضري وما نستخدمه للأشجار والنباتات المثمرة أو المزهرة، في حالات استثنائية لازم إحنا نقدرها ونفهمها. ما في قاعدة مطلقة أن نتبعها 100% في الزراعة. مثل بعض الأسئلة اللي تيني، عندي شجرة من هالنوع عمرها هل قد شهر أو هل قد سنة، كلش قد أرويها؟ ما في جواب ثابت لهالموضوع. حجم الأصيص، التربة، فإحنا لازم نفهم نباتاتنا ونفهم احتياجاتها ونفهم إحنا شنو نبغي منها على أساس نقدر نتعامل معاها بشكل صحيح. فهذه فيديو قصير وسريع بس علشان حبيت أبين لكم إن متى نستخدم اليوريا ومتى نستخدم الNPK، ولو كانت النبتة نفسها هذه ليمونة وهذه ليمونة، ولكن المعاملة غير لأن السن مختلف والتوقعات من النبتة مختلفة. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو، وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم في أسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.